بصراحة اليوم بمحطتنا مع تانيا وخلينا نحكي، الحكي رح يتجاوز كتير من الحدود لأنه عم يتعرض لأم وابنها وعم يتعرض لحياتنا بشكل عام ومجتمعاتنا. خلينا نحكي. صباح الخير. صباح النور غادة، كيفك؟ الحمد لله. بالفعل يلي رح نحكي عنه اليوم هو صحيح قضية فردية ولكن هو قضية رأي عام وقضية بتمثل أمر عم بيصير دوريا ويوميا ومش دايما نسمع فيه، مش دايما نسمع فيه، مش دايما حدا انتبه يحمل التليفون ويصور. عم نحكي اليوم عن فارس، هالصبي اللي عمره 9 سنين يلي كلنا شفناه عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومن بعدها نقلتها شاشات التلفزة، يلي انسلخ عن قلب أمه بقرار عم بينفذوه الدرك، عم بتنفذه الدولة بيوم عيد الفطر، وعامل كريزة عم يبكي، وامه رغم كل تعصيبها قدرت حملت التليفون وتصور وعم بتقله بالصوت أروق ما تخاف ما تخاف ما تخاف، لانه كانت حالته كتير مأزمة لفارس. مينيموم اكيد يلي صار مع فارس اكيد عم بيصير كل يوم، ومع امه لفارس يلي هي سيدة ميسة منصور عم بيصير كل يوم، بغض النظر عن شو صار بالطلاق، ليه صار الطلاق، شو اسبابه، شو الحكم يلي طلع. عم نحكي تحديدا لما تضيع الطاسه ولما عم نحكي عن تنفيذ الحكم كيف صار، يلي قامت القيامه راي عام ومسؤولين وقانونيين عليه. ولهالسبب اليوم صار في مؤتمر صحفي من كم يوم حضروا ناس قانونيين واصدقاء لإلى ما هنالك، وكانت معهم تبنت القضية إذا بدك ضيفتنا اليوم الأستاذة إقبال دوغان. صباح الخير. يلي هي رئيسة المجلس النسائي اللبناني ورئيسة شبكة حقوق الأسرة بلبنان، ورح تحكينا عن شيء كتير مهم يلي هو حملة أطلقتها الأم، واليوم رح رايحين باتجاه قانون فارس مش بالقوة. عندك كان أستاذة إقبال ملاحظات كبيرة قانونية عن طريقة تنفيذ الحكم، شو يلي برأيك القانوني غير قانوني كان بهالطريقة؟ أولا الحكم نفسه كان في يعني غلط بمواد، نحن كشبكة حقوق الأسرة اشتغلنا 7 سنين حتى أنعنا، ونحن مجموعة محاميات مش أنا لوحدي، مجموعة محاميات، مجموعة ناشطات، عملنا شبكة اسمها شبكة حقوق الأسرة، هي مؤلفة من عدة ريزويات جمعيات، منهم للأطفال ومنهم للنساء ومنهم للتعليم، وتأكدنا أنه شغلة كتير مهمة هي بقضية العنف ضد المرأة، قضية خوفها دايما من الطلاق ليأخذوا أولادها منها. صح. تعرفوا الأم كتير بتكون معلقة بأولادها فبيبتزوها بقصة الأولاد. أمنا قلنا أنه درسنا نحن الموضوع ولقينا أنه سن القانوني للحضانة كتير كتير قليل، هيدا كان من أيام 100 سنة والمفروض بقى يتغير لأنه تغيرت المفاهيم وتغير الولد وتغيرت طريقة دراسته وتغير أنه حاجته لأمه، هو بحاجة للأم والأب. صحيح. وأسوأ شغلة بتعرض عليها الطفل هو طلق الأم والأب، ولكن قد ما فينا نخفف من 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 صعوبات ومن اثار الطلاق على الطفل، ودائما نحن بننصح الام والاب انه بعدوا اولادكم عن خلافاتكم الخاصه. وبالفعل من خلال نضالكم 7 سنوات تعدلت القوانين بعده محاكم روحيه ومنها الطائفه السنيه. صحيح. اللي طلعت ل 12 سنه للصبي والبنت. نحن بدنا كنا 15 طالبين 15 أكيد. خصوصا للبنت يلي بوقت محدد بتكون تغير هي بكتير بحاجة لهمة، ولكن اللي قدر نحصلنا عليه 12 سنة يعني فارس أخذوه تحت 12. تحت 12 يعني هيدا أول مخالفة. فإذا والقانون نفسه اللي طلع 46 قانون رقم 6 قرار رقم 46 تاريخ 2011 هذا بحط العمر ل 12 سنه مكتمله بالشمسيه كمان مش بالهجريه، وبيقول انه اذا كان الماده اللي بعدها 16 بتقول اذا كان الولد بلغ سن 12 البنت والصبي وهو باثناء السنه الدراسيه حتى ما تتاثر سنته الدراسيه بنقله من جو لجو من عند الام والاب، المفروض انه يبقى خل السنة الدراسية افترضي انه بتشرين اول سنة دراسية بلغ بتم لحزيران ليخلص امتحاناته وموجودة بالنص امتحانات، يعني مخالفتين صرنا لاقطين. ايه. اول شيء انه تاخد بعمر 9 سنين، ثاني شيء خلال العام الدراسي. خلال العام الدراسي. نعم. هلا وكان في شوية قصاوي على الام انه حطوا له نافذ على اصله، يعني لو استأنفت ما بيبطل تنفيذ الحكم، وتاني شيء حطوها غرامة 1.5 مليون كل يوم تأخير عن تسليم الولد، 1.5 مليون يا عمي عم يقتلوا قتلة
ايه هيدا بالحكم. فاذا نحن كنا عنا اعتراضات، نحن بنعرف انه يلي ساعدنا بغيرنا هن المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، والرئيس دريان كان هو رئيس المحاكم والقضاء. ما بننكر ابدا انه كانت اول قفزه نوعيه بالجهات الاسلاميه هي قفزه الطائفه السنيه، وهيدي ما بننسى لهم اياها، ولكن ما بنرضى انه نرجع رجوع. اكيد اكيد هيدا يعني معناتها نحن عم ننتقد هالحكم بهالنقط بس، مش عم ننتقد كل الموضوع، ولا عم ننتقد المحاكم، ولا عم ننتقد الطائفه يلي هن بلشوا يحولوها هيك حتى يغيروا مسار القضيه. وما ننسى كمان انه يوم عيد اتاخد وتنخلع يعني نفسيا. طيب وبلا حضور عاملة اجتماعية او بسيكولوج. هلا هن التنفيذ ما بيصير بالمحاكم الشرعية. نعم لانه هيدي القضية الى شقين. اوكي. شق انه الحكم كان في شوية ظلم. صحيح. وتغيير يعني ضد هيدا مواد. لطيفة شوي. والى لطيفة كلمة شوي. هو كثير ظلم. والمشكلة طريقة التنفيذ. اكيد. وطريقة التنفيذ اجت انه قالوا له قبل بيوم او يومين انه بدنا الولد فاتوا استقبلتهم وضيفتهم لهول التنفيذ تعول. نعم. التنفيذ للاسف انه رئيسه دائره التنفيذ ست، يعني انا مثلا بقول انه كل واحدة عندها اولاد بتعرف شو قيمه الولد، يمكن هي ما عندها اولاد ما بعرف شخصيا. نعم. بس انا باخذ عليا انه الله مكرم الام، وبنص شرعي بالقرآن شو بيقول؟ لا تضار والدة بولدها ولا يضار والد بولده، يعني بلش بالأم عدم الضرر، ولما بوصي بالأم بوصي قبل الأب، بوصي مرتين. طيب كيف إذا كان هالقد عم وصي ونحن ما بالتنفيذ ما بنحكي بالأم؟ هلأ اجوا الولد ما قبل يروح. نعم. هلأ راحت هيدي تحت التنفيذ قالت انه هي بطلت ما قبلت تسلمه. انه اكيد هي مع حتى صورت نهارتها ومع مستند انه هو الصبي ما بده يروح. صحيح. اجلوا ماشي الحال النهار يوم العيد الصبح بيجوا. هي شو عملت؟ سكرت البواب وقالت بتصل انا بالمدعي العام لحتى يوقفوا، انا بياخذوا التنين بيكون راح العيد، انا بياخذوا بايدي على المخبر بسلمهم. ما كانوا يردوا عليه. تاني طلبوا دائره التنفيذ طلبت المدعي العام وامرهم بخلع الابواب. ما بدها المساله كلها الان. هلا اتفاقية حقوق الطفل تمنع منعا باتا العنف ضد الاطفال. صحيح. والعنف اللي ممارس يا من اهلهم يا من الناس يا من الطريق يا من مجرمين، بس ما بتقول انه الدوله تمارس العنف عليهم. ما لنا مستثنيت الدوله القوى الامن. انا ما بقدر اعلق لانه ماني عارف انه هالقد تفاصيل. يعني عرفت بالخبريه بس قوى الامن هي بتحمي الناس. مصدومة. بدها تحمي الشعب، مش بدي تجي اولا خلع الابواب وهيدا ما بيجوز. اكيد. لانه البيوت لها حرمه. اكيد. ثانيا اول باب وثاني باب وثالث باب وفاتوا على الولد قوى امنيه باسلحتهم بثيابهم. والولاد قد ايه بيخافوا لما كنا صغار يخوفونا بيقولوا هلا بنعطيك للعسكري او شيء. عمل انهيار عصبي الصبي. الصبي حرام يعني يلي بيشوف الفيديو ما كان حتى رجال بتبكي. طيب قانون فارس شو اللي عم يسعى يكون؟ عم يسعى يكون انه الولد ما يتاخذ بالقوه من اي مجال ولا يستعمل عليه اي طريق من طرق العنف، وهيدا بيكون مش شيء جديد، بيكون تنفيذ لاتفاقيه حقوق الطفل يلي لبنان وافق عليها بدون اي تحفظ. صحيح. بدون وبكفي للاطفال. صار عندنا محاكم. بدي اسال انا راحت على الاحداث ردوا لها الدعوه قبل. صحيح. يعني انه بكل الجهات تسكرت. صحيح. فيني اسال سؤال عن البي؟ مبسوط هلا البي؟ ما بعرف. بس ما بعرف اي كثير كان موجود لما تخيلت ابنه عمل انهيار. وعلى حسب ما كنت عم تخبريني فارس بعده عم بيعاني. بعده كثير بعده عم بيعاني لدرجه امبارح بالليل. هيدي صدمه يعني ما تروح بالهين. هيدي لاخر عمره. هي خلص هيدي عملته او بده بقى طبيب نفسي. اكيد بده متابعه نفسيه. اكيد متابعه لانه يعني شو بيقولوا اقتلعوا هلا يعني انه هو منه واعي بس بالنسبه له عم ياخذ فوني. يعني بيهمه العابه بيهمه اوضته بيهمه مكان محل نومه بيكون متعود على هالشيء.
نحن شو كنا عم نقول واكثر من مره، نحن كثير في عنا نحن والمحاكم حوارات يعني ما في شيء، وعم نقول لهم واقترحناها على سماحه المفتي انه ما ناخذ ولد قبل هيدي القصه، ما ناخذ ولد بالقوه عند ابوه، خلينا نبعث اسيستان سوسيال او اسيستان للنفس وتقعد تجمعه بأبوه وتحكيه وياه تتحدث حتى يقبل هو منه لنفسه ينتقل هالنقلة المنيحة. بس أنا بقول لك إنه وين بيدعي إنه ما كان عم يشاهد الولد، الولد لازم الأب يشاهده ويشرف عليه كمان مثل ما بحتاج لأمه كمان بحتاج لأبوه. أكيد أكيد أنا بقول بس هي بتنفي هالشي. نحن بدنا نحكي بشكل عام، صحيح بشكل عام بدنا هيدي واقعة إنه ينشال الحضانة من قام بدون سبب جوهري، نحن كل ما حدا صار معه واجا قالنا بدنا نوقف معه. صحيح، لان هي عمليه سلخ، هيدي مش حكم عادل، هي سلخ. سلخ هي عمليه سلخ. في الاب يلي ما عنده مشاهده، في دعوه اسمها دعوه المشاهده، حقه كمان وبتحكم له المحكمه بيوم او يومين الولد ينام عنده. مزبوط. للسنتين ممنوع الولد ينام غير بيت امه. صحيح، حسب الشرع. أوكي. يعني لانه بيكون عم يرضعه الى اخره، بعد السنتين له حق الاب ياخده نايمه عنده. أكيد. ياخده بالفرص. أكيد. وانا مره كنا بالتلفزيون عاملين مشروع لهيدا القضايا، ومثل ما جوب النساء يلي عم ينسلخوا من اولادهم يتعذبوا، جبت نساء حالين مشكلتهم حضاريا هن ورجالهم، وفرجيناهم انه كيف قديش كيف انه احسن. في وحده ست كثير عظيمه اجت قال انا وزوجي بدنا نتطلق، جبنا الاولاد قلنا لهم تعوا لهم، نحن بشغله ما بنختلف فيها انه نحن بنحبكم 100%. وبنحبكم لانه بنحبكم، ما لكم علاقه انتم. وهي شو بتعمل اذا بدهم اي شغله بالبيت بالمدرسه او شيء، ابوهم بكندا بتلفن لكندا لحتى يسال ابوه يستشيره، مش خطأ حتى تم عنده السلطه الوالديه. حلو. ويحترم ابوه. حلو. بالصيفيه بتبعتهم لعند ابوهم يشوفوا حلوا هالمشكله حضاريا بحضاره وجنبوا اولادهم هالمشكله. نتمنى نحن انه اولا المحاكم تنظر نظره للاطفال حنونة، للأم لأنه الأم الله مكرمها بكل الطوائف، وثانيا يعني ما يتركوا ما يشيلوا حضانتها بغير سبب كتير كتير جوهري. لأنه مثلا افترضي أنه مرة مرضت وفاتت بكوما لا شفاء منها. صحيح. يمكن ساعتها بينجبروا أنه يشيلوا الولد يحطوه بحضانتين. أكيد. ولكن هيدي الأسباب اللي كتير جوهرية. سافرت وتركت الولد مثلا. يعني انه سافرت سفر كتير طويل. ايه خلص. يعني كتير اسباب كتير جوهرية، والا ما بنرضى انه مشان قصة عدم مشاهدة يقولوا لها بهالطريقة يسر. لا وبهالطريقة يعني انه بهالطريقة هلا نحن بتصور انه قضية فارس ميسا وصلت لخواتيمة. يعني بتصور انه تدخلوا نساء ناس كتير مهمين لا يحبوا المشكله ويعملوا يعني مصالحه او اتفاق. نعم. يكون الولد فيه مصام. صحيح. بين امه وبين ابوه. اكيد ان شاء الله. هلا ان شاء الله يا رب بتمنى انه هيدي تصير، وان شاء الله بتصير، وانا عم اشتغل جهدي وكتير في ناس خيرين. صحيح. ما ضروري احكي اسمائهم بس. صحيح. امهات كمان وكمان ابهات. صحيح. اتمنى انا انه هيدي القضيه تنشال، ولكن ما ينعاد مثلها، ما تنعاد الكرة، ما تنعاد مثلها، وخصوصا انه نحن اذا كان صارت مره تانية فينا هلا ندعي على طريقه التنفيذ بمتسلحين بقضيه حقوق الطفل. صحيح. ولكن نحن معش اول مره، يمكن من مرتين مره بدنا ندعي. حلو كثير. اذا بيعملوا اي شيء عنف ضد الاطفال ما حنسكت لهم. مظبوط. نحن ما بدنا والادعاء كنت عم تقولي شغله مهمه، هو مجرد اخبار. يعني انا اذا شفت حدا عم بعنف طفل وانا ما خسرت لو بالطريق انا في اخبار روح اقدم اخبار. اي مواطن بيقدر مش ادعاء، الادعاء بده يكون صاحب مصلحه ليروح يدعي بس مشان الجرائم. ولكن هيدي لقد ما حريصين العالم كله والناس على الاطفال. صحيح. ونحن مشكلة في عنا كتير كتير مشاكل بالأطفال، أطفال الشوارع وال مش ناقص بعد نعمل عزمات وعزمات عند الأطفال. إذا قانون فارس هو يعني مش بالقوة يتنفذ، يلي هو تنفيذ لما هو مكتوب بالقوانين. صحيح. اللبنانية بالعمر الحضاني يلي أقر حاليا على أمل هلأ الدروز
تغيروا تغيروا صاروا 12 للصبي و14 للبنت وكل الاحترام لهالتطور يعني. انا بدي اقوله انه نحن مش عم نشتغل بس على الطائف السنيه، الان بعتي لي بالواتساب انه شو بس السنه بدهم تطلع كل الطوائف كله. نحن كشبكه حقوق الاسره بلشنا مع كل الطوائف صحيح، وعملنا مشروع قانون لكل الطوائف بقضيه الحضانه. اشتغلنا مع الدروز واشتغلنا مع السنه واشتغلنا مع الكاثوليك واشتغلنا مع شو اسمه الانجيليين، والانجيليين عدلون بناء على حلو. كمان نحن حوارنا معهم والروم الكاثوليك الروم الارثوذكس 14 15 احسن ناس عدلوا بال2003 لهم على امل انه الاول كل على امل كل الباقيين يغيروا هذا الشيء. وانا شخصيا بسمح لحالي على امل انه نصير تحت مظله قانون مدني بهالامور يلي بيوفر على كل انسان، مش لانه خلقان تحت طائفه معينه ما اختار هو هيك خلق فيها وهيك بده فيها بينظلم اقل او بينظلم اكثر. نكون كلنا تحت القانون بمساواه، واكيد الاطفال دائما يكونوا اولويه مش تحت سن الحضانه مش خلال العام الدراسي. احترام شرعه حقوق الطفل يلي موقع علينا دولتنا، ومش اكيد يوم عيد ومش بطريقه الخلع والكسر يوم العيد. ومش بغياب اخصائيين بعلم الاجتماع وعلم النفس. تعرفي الفقراء الفقير بيصمد كل السنه ليفرح اولاده نهار العيد مزبوط، مش ليجيب لهم ثياب جداد والعاب جداد ياخذهم يلعبوا والحرش بالزمانات حرش بيروت كان خصوصي ليوم العيد، مش لحتى يصير في تنفيذ قانون بهالطريقه من دولتنا. استاذ اقبال دوغان بدي اقول لك شكرا كثير لك، ونحن على لقاءات دائمه معك وقريبا رح نرجع نشوفك زميلتنا ما بقول لك يعطيكي الف عافيه، ويعطي الف عافيه كل إنسان اشتغل على هالقضية اللي صارت رأي عام يلي هي بتمثل يمكن آلاف القضايا بلبنان. شكرا لك تانيا، أهلا وسهلا فيكم. خليكم معنا مشاهدينا كمان مرة، بناخد بريك بس ما تروحوا لبعيد، بعد أكيد نتواصل عالم الصباح لغاية الساعة واحدة. شكرا.